ثم نذهب به إلى مجلس الشعب المنتخب إن شاء الله البرلمان القادم ونعتمده كقانون متكامل. دي تقريبا ملامح مشروعي، أو مش عايز أقول برنامجي، إنما أبرز بيحلو لي إن أنا أقول إنها إعلان نوايا. المبنى، مبنى النقابة، أنا طبعا بجلس فيه كثيرا، من المفارقات العجيبة أنه يجاور نقابة الصحفيين. ما رأيك في هذه المفارقة والمقارنة بينهما؟ هو طبعا يعني المشكلة أن النقباء أو القيادات النقابية بتعلي من مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة. لو النقيب يعرف أن مصدر قوته هو في الجمعية العمومية اللي انتخبته، هيعمل كتير من أجل فرض مصالح المحامين. لكن المشكلة النقباء في فترة العشرين سنة اللي فاتوا بيعملوا حساب للكبراء والوزراء وعلاقتهم وتوضيد مصالحهم. ابني يبقى في النيابة، مكتبي يشتغل كويس، فبالتالي برتبط بمنظومة السلطة. هنا بضعف ويقال ايه؟ السلطة مش عاوزانا نبني مبنى جديد. ازاي؟ لا، اولا احنا نملك تهذيب هذا المبنى بحالته، لانه المبنى ده شهد فترات كبيرة جدا من تاريخ نقابة المحامين. احنا ممكن يعني نطوره، ننظفه، نهذبه، واحد. اثنين، نفرض منطقنا ولا يملك احد ابدا، خصوصا بعد الثورة، بعد ثورة 25 يناير، انه يقول لنا لا انا مش عاوز مكان في المكان ده نقابة المحامين يبقى صوتها عالي. نقابة المحامين لازم يبقى صوتها عالي. هدف جدول حضرتك المبنى يتم اعادة بنائه على وجه حضاري؟ طبعا ضروري جدا، لا يليق بنقابة المحامين انه يبقى مبناها كده، وانا مش عاوز بقى اعمل ماكيت واحطه قدام البوابة وادغدغ عواطف المحامين. لا، احنا هنعمل، عشان كده بقول عزم واعلان نوايا، هنتصدى لكل هذه القضايا باذن الله. من ابرز المرشحين على مقعد النقيب كان بعض الاشخاص، ويوجد بينكما يعني حاجات اعلاميه حضرتك تذكرها، على سبيل المثال الاستاذ سامح عاشور. الاستاذ سامح عاشور صديقي، و يعني بيني وبينه موده. كان حدث هجوم يعني اعلامي على حضرتك في السنوات الماضيه. لا، احنا يعني طبيعي بنتعامل طالما في نقابة المحامين او في السياسه حتى عموما، يعني بيبقى في محطات توتر وفي محطات صفاء. محطات الصفاء بيني وبين الاستاذ سامح عاشور اكبر من محطات التوتر. التنافس الانتخابي بيفرض نفسه، انا بعترض على سياساته، ده حقي. انا اعترض على سياسات الاستاذ سامح عاشور النقابيه، لكن كشخص وكانسان احنا بينا علاقات متميزه. قابلنا الاستاذ برضه المستشار مرتضى منصور، وكان بيقدم اوراقه على مقعد النقيب، ونحن نعلم الصداقه اللي بينكم. سيتم حرب انتخابيه بينكما ام سيتم الصداقه دي استثمارها في الانتخابات؟ لا، حرب ليه؟ انا اؤمن حرب انتخابيه ولا حرب انتخابيه. انا اؤمن انه التنافس مشروع، وبالعكس انا في اول استهلال لي في بعد ما تقدمت باوراقي للترشح طالبت بوحده وطنيه في نقابه المحامين، او خلينا اقول باحرى بمصالحه وطنيه في نقابه المحامين بين كل الاضداد والفرقاء. لان اكتشفت انه البعض بيفهم خطا انه التنافس عداوه، وشفنا في المرحله الانتخابيه الماضيه في الجولتين من 2001 و2005 الحرب التي كانت دائرة بين الأستاذين سامح عاشور ورجاء عطية. أنا لا أريد لهذا النموذج أن يتكرر. حينما أتعرض بالنقد المشروع لسياسات الأستاذ سامح عاشور، لا أتعرض لشخصه ولا أتعرض لوطنيته ولا لذمته. أنا أسرد اختلاف السياسات العامة، هكذا مع المستشار مرتضى منصور، هو صديق عزيز وأنا وقفت معاه، وليس منا، واجبي، وانا في لجنه الحريات وانا الذي وقفت مع المستشار مرتضى منصور في ازمته الشهيره مع المستشار سيد نوفل. لكن اهلا بالمعارك الانتخابيه.
سمعنا اللي هو كان طلب حضرتك للدفاع عنه في موقعة الجمل، هل ده صحيح؟ لا هو ما طلبش وانا ما استناش اي محامي في ازمة علشان يطلبني، لكن انا هتكلم معك بصراحة. في قوقعة الجمل في 5 محامين، مش محامي بس، مش المستشار مرتضى منصور. مرتضى منصور بالمناسبة لا يحتاج الى احد يدافع عنه، حتى في قضية سيد نوفل احنا كنا مناصرين لانه هو اللي ترافع عن نفسه. في وقعة الجمل هنا في تعارض بين مسألتين، بين حق الزمالة مع المحامين اصدقائنا، في الاستاذ سيد عبد الخالق، في الاستاذ ماجد الشربيني، في الاستاذ مرتضى وابنه وابن اخته. انا هنا بوازن بين واجبين، واجب الدفاع عن زميل في قضية، وبين واجب الانتصار للشهداء والمصابين. انا لو تقدمت، انا مش مستني حد يقول لي تعالى دافع عني، لو تقدمت طواعية مع زملائي المحامين في قضية الجمل، اولا خليني اتكلم بصراحة، حجم المزايدات كبير. انا يعني هتلاقي اللي هيقول لك ده حاضر ضد الشهداء. ايوه. 2، ما في محامين استشهدوا، في محامين قتلوا في الاحداث، فانا هحضر مع محامين متهمين قد يكونوا ابرياء، واتمنى فعلا من حبات قلبي ان كل الزملاء المحامين المتهمين في موقعة الجمل يبرأوا. نمرة 3 بقى، انا لو رحت ادافع عن زملائي المحامين وانا كنت حابب ده، هبقى في موقف لا احسد عليه. ليه؟ لاني ساكون رقم في عدد، وحكون ترس في ماكينة تدافع عن الحزب الوطني المنحل، لان انا مش بحضر مع ماجد الشربيني لوحده، رغم انه كان قيادة في الحزب الوطني، لكن انا ماجد الشربيني بيني وبينه صداقة، وانا اشهد ان الراجل ده مؤدب ومن بيت مؤدب، ووالده كان محامي كبير. لا اتصور انا فكرة انه يسهم في قتل الثوار. ماجد الشربيني، سعيد عبد الخالق، يعني يكفيني فخرا ان الاستاذ سعيد عبد الخالق وهو رايح التحقيق يتصل بيا ويقول لي انا عاوزك تروح معايا لاني انا مطلوب اتسمع اخوالي، وهو لسه حر لم يقبض عليه، انتصارا للمهنة. انا رحت معاه، حضرت وبصيت وبصرت الاتهامات والتحقيقات، ثم انصرفت. حضر معاه زملاء كتير خلاص يعني، لكن انا لما سعيد عبد الخالق وبيننا تنافس نقابي يلجأ ليا وما يلجأش لاقرب اصدقائه، اعتقد ان دي شهادة تحسب لي مش ضدي. فانا لو رحت دافعت عن زملاء المحامين دول 5 والاستاذ مرتضى منصور، هبقى اولا المزايدات زي ما انا قلت، هيقول لك ده انا رحت جلسه تحقيق مع سعيد عبد الخالق قالوا ده بيحضر في موقعة الجمل، يعني عايزين يستغلوها استغلال. لكن انا فعلا ضميري لا يسمح ان انا اروح ادافع عن نظام، انا لو هم بيتحكموا لوحدهم اروح ادافع عنهم ولا اعبأ، لكن اروح وابقى في صف واحد مع اللي بيدافعوا عن فتح السرور وصفوة الشريف والخ يعني من قيادات وناس مواقفها، لا. فيعني اخر مرشح بس اللي هو الاستاذ مختار نوح. الاستاذ مختار نوح زعيم التيار الاسلامي في القدس المحمد. الأستاذ مختار نوح له فضل كبير على التيار الإسلامي عموما في نقابة المحامين، حوله من ضعف إلى قوة، والرجل له إسهامات نقابية يعني بارزة. أنا يعني في إطار تنافسي، لأنه أنا يعني إذا كان في صفحة من صفحات تاريخ نقابة المحامين كان الأستاذ مختار موجود، أنا كنت أشاركه في هذه الصفحة. في لما ثرنا على عبد الحارس مدني، انا الفارس في ازمه عبد الحارس مدني، الاستاذ مختار نوح في موقف ثرته من اجل عبد الحارس، من اجل عبد الحارس مدني رحمه الله عليه. يعني انا الذي اعتصمت في القتل المحامين في من 26 ابريل الى 14 مايو، انا الذي دعوت الى خروج المسيره. الاستاذ مختار نوح غيب
انا شوف بدي مختار نوح حقه اهو استاذي. مختار نوح لو طلعت صفحته على الفيسبوك او رواياته لازمه ابو حارس مدني لم يذكر مره واحده اسمي. انا امام الناس كلها ذكرت فضل مختار نوح، لكن مثلا في فترته وهو زعيم مجلس 92 ازمه ابو حارس مدني انا الذي ادرتها وانا الذي دعوت المحامين الى الخروج. انت الذي دفعت الثمن؟ وانا الذي دفعت الثمن، انا قعدت 9 شهور في المعتقل في السجن. مختار